السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سوسو. اليوم إن شاء الله غادي نديرو المسمن معمر بواحد العمارة جديدة، وحتى الطريقة ديال المسمن شوية مختلفة على المسمن المعتاد. إذا غادي نحتاجو جوج الأكواب من الدقيق القمح الكامل، واحد الكوب من الدقيق الأبيض، غنديرو 4 ملاعق من الزيت النباتي، ثم الملح، وغادي نجمعوها قبل حبوب الكمون. يمكن استبدالها بشويه ديال الكمون مطحون. ثم غادي نجمع العجينه بشويه ديال الماء دافئ، ما فيها لا خميره لا والو. اذا غادي نجمعها بدون دلك حتى كنحصل على هاد القوام كتكون رطبه. ثم غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، زيت عادي نباتي، وغادي نخطيها ترتاح لمده ساعه. بالنسبه للعمارة نحتاج البطاطا مسلوقه في الماء والملح، من بعد غادي نمعسوها بالفرشيطه، ثم بصل مشحر شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه والفلفل الاسود، ثم البقدونس مفروم، ثم الزنجبيل محكوك والثوم محكوك مخلطين، شويه ديال الصلصه الخضراء الحاره او يمكن استبدالها بفلفله حاره، ثم الملح، الفلفل الاسود، الكمون، الفلفل الاحمر الحار يعني التحميره الحاره، ثم التحميره الفلفل الاحمر، ثم الكركم. وهذه توابل الغرام مسالة، غنخلي لكم اسفل الفيديو المكونات ديالها. ويمكن استبدالها بشويه ديال القرفه. اذا اولا غادي نحط داك الثوم والزنجبيل المبشور، ثم البصل شحناه بشويه ديال الزيت والملح والفلفل الاسود، ثم هذيك الصوص الخضراء غنخلي لكم رابط اسفل الفيديو. كما قلت لكم استبدلوها بالفلفل الاخضر الحار، ثم البقدونس، الملح، التوابل كما ذكرت سابقا. اذا باش تكون الحشوه هي عباره عن بطاطا، باش تجي بنينه خصكم تكثروا فيها من التوابل باش كتعطيها ديك النكهه، باش ما كتجيش مدقصه ديك المسمنه. ثم كتكون بنينه غادي ناخذ العجينه ديالي، شويه ديال الطحين على سطح العمل، ثم بهذا الشكل غادي نقسم العجينه ديالتي الى قطع ثم الى كرات، غنمددو الكره الاولى كما كتشوفوا في الفيديو، هذاك حبوب الكمون حتى هو كيعطي واحد النسمه زوينه لدوك المسمنات. العجينه خصها تكون على هذا الشكل. من بعد كناخذوا البطاطس ديالنا، بطبيعه الحال خصها تكون بارده، ثم ناخذ واحد الكميه وغنشكل واحد الكره. كيف ما كتشوفوا المسمن ما فيه لا كثره الزبده لا كثره الزيت، والحشوه اقتصاديه. اذا هذه الكره غادي نديرها في الوسط، وبهذا الشكل غادي نجمع العجينه. ملي كنجمعها كندبرها وكنحاول ناخد داك الزائد، بهذا الشكل ثم غادي ندردر عليها الطحين وغادي نطلقها بالمدلك. اذا كاينين جوج ديال الطرق، كاينه الطريقه اللي كنستعمل فيها واحد الكره، وكاينه الطريقه الثانيه اللي كنديرو وحده على وحده، ثم كنحاولوا نمددوها بشويه باش ما تخرجش لنا ديك البطاطا. الا خرجت شويه ماشي مشكل، ملي غطيب ما غتبانش. خصها تكون رقيقه باش تجي بنينه وما تجيش مدقصه، وفعلا راه كتجي زوينه بالرغم من ان الحشوه عباره عن بطاطس فقط، ولكن
مختلفة، لكن كنحاول نخليوها رقيقة. ثم كنكملو دوك الكرات ديالنا نفس الشيء. اذا هذا الفيديو الثاني غادي نزربو، كناخدو كرة كنحطوها في الوسط وكنجمعو. الان في مقلاة غادي نخوي شويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت، غير شويه ما تكثروش باش ما تجيش بزاف مزيته، شويه كما شفتوا. ثم من الفوق ديال ديك الخبزه وديك المسمنه ديالنا شويه ديال الزبده باش من نقلبوها تحمر على الجهه الاخرى. ها هي حتى كنكملوا هذوك المسمنات اللي عندنا. الان غادي ندوزو الطريقه الثانيه اللي هي وحده فوق وحده. اذا كنمددو دوك الكرات، انا درت وحده كبيره كتكون رقيقه لهذا الشكل. اذا هما جوج، ثم غادي ندير البطاطا ولكن ماشي على شكل كره. غادي نمددها هاد المره على هاد الشكل حتى نكمل ديك البطاطس اللي عندي. ثم نحط عليها الاخرى. اذا ماشي مشكل الا ماشي قد قد، نحاول نلصقها من بعد. كنمددو على هذا الشكل ومن بعد كنحيدو دوك الزوائد. ثم بالمدلك غنسرحها كيفما كتشوفوا، راها كبيره وانتم عندكم حريه الاختيار. انا وريتكم الطريقتين. ثم نضع شويه ديال الزبده والزيت نفس الشيء، وغادي نحط هذيك المسمنه الكبيره راها كبر من المقله. ثم نفس الشيء غنطيبها من التحت ومن الفوق، ورا ما كنديروش بزاف ديال الزيت وماشي بزاف ديال الزبده، يعني راهي اقتصادية. اذا حتى كنكملوا هي طابت هذا الشكل، هذه ديك الكبيرة. ثم هذوك الاخرين صغار متوسط الحجم ماشي صغار، كنقدموهم على هذا الشكل. ممكن نقدموا مع صوص ديال الطماطم مرافقة. غادي نخلي لكم حتى هي الرابط ديالها اسفل الفيديو. شكرا على المتابعة.